بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس القيروان النموذجية، مادة التربية الإسلامية للصف السادس، الدرس 16 بعنوان سورة الصف. الآيات الكريمة من 10 إلى 14 تتحدث عن التجارة الرابحة. بنقرأ الآية بعدين بنفسر شو إجا فيها من أفكار. الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. هلأ هاي الآية الكريمة بتتحدث عن التجارة الرابحة، بدنا نتعرف عليها بس نشوف معاني الكلمات الموجودة، وهاي الآية رح تكون حفظ ونحفظ معانيها وتفسيرها. بالنسبة للمعنى الأول أو المفرد الأولى اللي هو تنجيكم أو تنجيكم، معنى تنجيكم تنقذكم، هاي التجارة تنقذكم من عذاب أليم. الكلمة الثانية اللي هي الحواريون، تعريف الحواريون أو معنى الحواريون اللي هو الأتباع المخلصون الذين ناصروا نبي الله عيسى عليه السلام، هدول يعني اللي وقفوا جنب سيدنا عيسى عليه السلام في نشر الدين المسيحي. وعندنا الكلمة الثالثة اللي هي ظاهرين، معنى ظاهرين منتصرين وغالبين. منروح على تفسير الآيات، بيّنت إنه التجارة الرابحة هي الآية من 10 لآية 13، التجارة الرابحة اللي هي الإيمان بالله تعالى ورسوله، وأيضا أهمية الجهاد في سبيل الله. الآية من 10 إلى 13. الآية 14 اللي هي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هاي بتبين نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة الإسلام، إن الناس يجب أن تدافع عن الدين الإسلامي وتدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تسمح لحدا أنه يتعدى على الدين. هلأ هون بتحدث عن فضل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفضل الجهاد في سبيل الله. برد بنأكد بهاي الآية أنه التجارة الرابحة مش بالبيع والشراء، التجارة الرابحة هي بالإيمان الصادق، أن الواحد يكون مؤمن إيمان صادق وعميق بالله تعالى عز وجل وبرسوله الكريم. أيضا أن الواحد يضحي بماله وبنفسه في سبيل الله تعالى، مش أنه يكون الدين أنه بس بالكلام، لا بالقول والفعل، أنه التضحية وبذل المال والنفس في سبيل الله تعالى، وأنه المسلم لازم يكون جندي بدافع عن دينه ووطنه وعرضه. هلأ بشر الله تعالى عز وجل المؤمنين اللي بيآمنوا بالله عز وجل ورسوله بمغفرة الذنوب، أنه الله رح يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة وينصرهم على الأعداء، هذا بشرى من الله تعالى للذين يدافعون عن دينهم. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام، يجب واجب على المسلمين أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروا دينه، يدافعوا عنه بالقول والعمل والمال، مش بس كلام، لازم بالعمل وبالمال نضحي في سبيل الله وننصر رسول عليه الصلاة والسلام. والمثال أو التشبيه أنه كما نصر الحواريون نبي الله عيسى عليه السلام، الحواريين اللي قلنا أتباع سيدنا عيسى عليه السلام اللي نصروه ودافعوا عنه في مواجهة اليهود ونشر الدين المسيحي. هلأ دول الحواريون لازموا سيدنا عيسى عليه السلام ودافعوا عنه وما تركوا وضلوا مآمنين فيه وبدينه، عشان هيك يجب على المسلمين كمان أنهم يدافعوا عن دينهم، ولا يجب أن
يقفوا صامتين في وجه المحرضين على الدين. هلأ لازموا زي ما حكينا الحواريين، لازموا سيدنا عيسى ونشروا تعاليم الدين وأعانوا على تبليغ دعوته، وهذا ما يجب أن يفعله المسلمين كذلك في الدفاع عن الدين الإسلامي، ولا يجب أن يبقوا فقط بالكلام، لا بالكلام وبالعمل وبذل النفس والمال في سبيل الله تعالى. كمان لا ينبغي على المسلم أنهم يختلفوا زي ما اختلفوا بني إسرائيل في دعوة النبي الله عيسى. يعني اليهود أو بني إسرائيل كان إشي بيتبع الديانة وإشي بكفر سيدنا عيسى، انقسموا يعني لجماعتين، جماعة زي ما حكينا آمنوا وصدقت، وجماعة كفرت فيه وكذبت رسالته، لكن الله عز وجل نصر المؤمنين وأظهرهم على عدوهم، يعني انتصروا عليهم في كافة أمور حياتهم. هلأ إحنا واجب علينا بعد ما فهمنا معنى هاي الآية إنه يجب أن نقوم بنصر الدين ونلتزم بعبادتنا في سلوكنا في أخلاقنا في تعاملنا مع الآخرين في حياتنا اليومية، نكون الدين دائما نصب عيننا، وبرضه نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل كل اللي حكالنا عنه ونبتعد عن النواهي التي تضر في ديننا وفي حياتنا.